السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاء السيارات. حلقات سابقه كتير اتكلمنا على افضل النصائح لتوفير الوقود في سيارتك ايا كان نوع الوقود ده، بنزين سولار او غاز. وكانت النصيحه الاهم والاقوى والاكثر توفيرا هي السير بسرعه منتظمه لفتره طويله. طبعا السرعه دي الناس اختلفت فيها، اغلبنا كان اتفق على ان هي 90 كيلو، وانا واحد من الناس كنت بقول لكم دايما ان سرعه 90 كيلو في السفر هي السرعه الافضل والاكثر توفيرا، الا ان التجربه العمليه اثبتت لي ان الكلام ده مش شرط انه يكون صحيح، وان حتى لو كان صحيح فهو صحيح لعربيات معينه ومش صحيح لعربيات تانية. فاذا سؤالنا النهارده اللي هنجاوب عليه، ايه هي اعلى سرعه، اعلى سرعه ممكن ان انا امشي عليها وفي نفس الوقت احقق اقل استهلاك للوقود؟ طيب قبل ما نبدا حلقتنا خلونا ندوس اعجاب، كمان نشترك في القناه لو مش مشتركين، ولو مشترك فعل رمز الجرس، وخلونا دلوقتي نبدا الجزء العملي بتاعنا ونتعرف على الاختبار بتاعتنا. عربيه الاختبار بتاعتنا النهارده هي عربيه كيا سيد 1600 سي سي 16 صباب 2 كاما. العربيه دي المفروض ان هي بتحقق معانا 130 حصان و160 نيوتن عزم ومرتبطه بجير من 6 سرعات. ليه انا بقول لك المعلومات الفنيه دي دلوقتي؟ اكيد هنعرف. مبدئيا زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي مثبتين السرعه بتاعتنا على سرعه 90 كيلو، والار بي ام عامل معانا 2000 لفه، المفروض ان ده الافضل توفيرا. وهنا معدل الاستهلاك الكمبيوتر بتاع العربيه حاسبه 6.3 لتر لكل 100 كيلو، قريب جدا من معدل الاستهلاك اللي المفروض ان العربيه تحققه في الظروف الاستثنائيه واللي مكتوب في البروشور بتاع العربيه، اللي هو المفروض 6.1. طبعا الموضوع ده بيختلف على حسب بقى طبيعه الطريق، الطريق طالع او نازل، على حسب مقاومه الهواء في اليوم ده، كل دي حاجات بتفرق معانا في الاستهلاك. طيب احنا دلوقتي هنثبت العوامل، يعني احنا دلوقتي على طريق ثابت، سرعه ثابته، الهواء اللي مقابلنا بنفس الطريقه، وهنبدا ان احنا نقيس ونعرف ايه هي افضل سرعه المناسبه لكل عربيه مختلفه. مبدئيا زي ما قلت لكم الرقم اللي احنا قلنا عليه 90 ده اللي كل الناس متفقه عليه. طيب في هنا نقطه مهمه قبل ما نبدا، افتكر معايا دايما ان كل محرك وكل جير ليهم رقم مناسب، والاختلاف ده بيرجع لايه؟ هشرح لك علميا وفنيا سريعا. هنفترض ان عربيتي دلوقتي نفس العربيه، هي فيها نفس الجير 6 سرعات ولكن بموتور مختلف، موتور هنقول ان هو 6 سلندر 3000 سي سي. هل ان انا دلوقتي ال 2000 لفه من المحرك دول، ال 2000 لفه هيدوني نفس الترجمه بتاعت 90 كيلو؟ لا، هتلاقي ال 2000 لفه هم بالظبط هيرموا معاك مثلا 120 130 كيلو تقريبا كده، تمام؟ ده في حاله ايه؟ ان المحرك اكبر، الحصانه بتاعته اكبر، العزم بتاعه اعلى. طيب في حاله بقى ان انا نفس الموتور، هو برضو ال 1600 سي سي، نفس الساعه اللتريه بنفس القدره الحصانيه نفس كل حاجه، بس الجير اللي عليه بدل ما هو 6 سرعات زي الجير بتاعنا النهارده، لا هيكون 8 سرعات. هل ال 2000 لفه برضو هيدوني نفس السرعه؟ اكيد لا. حاول ان انت تركز معايا قوي لان الموضوع مهم. اللي انا عايز اوصله لك ان انا دلوقتي مبدئيا هلغي مثبت السرعه بتاعنا، تمام؟ طبعا دلوقتي هتبدا العربيه تسقط معانا، وهبدا ان انا امسح هنا معدل الاستهلاك او متوسط معدل الاستهلاك بتاعنا، ونبدا نحسب لها معدل جديد. هنبدا ان احنا نجهز مثبت السرعه بتاعنا، وعند 1500 لفه هنبدا ان احنا نشغل مثبت السرعه بتاعنا تاني، ونبدا نقول للعربيه احسب لنا متوسط الاستهلاك بتاعنا من اول وجديد. طبعا العربيه دلوقتي هتبدا ان هي بعد فتره هتحسب لك متوسط الاستهلاك بتاعك. احنا طبعا شفنا قبل ما نبدا ان احنا نمشي او على سرعه 90 كيلو كان تثبيت السرعه بتاعنا 90 كان عطينا قرايه 6.3. لاحظ دلوقتي ان بدا ان هو يترجم معانا لكام؟ لخمسة ونص، يعني دلوقتي بدا ان هو يرمي معانا 5.5 لتر لكل 100 كيلو. خلي بالكم النهارده في هواء مقاومنا جامد، فالرقم يمكن عالي سنه، هو بينزل عن كده كمان، يعني احنا بنشوف كمان اوقات ان هو ممكن يوصل معانا ل 4 لتر لكل 100 كيلو. طبعا النسبه هنا بتاعت التخفيض نسبه كبيره. طيب برضو تاني انت هتعرف منين؟ مبدئيا زي ما قلت لك انت هتبدا ان انت تجيب على الغيار الاعلى، الغيار الاعلى عندي انا هنا 6، في ناس تانية 7، في ناس تانية 8، في ناس سي في تي، فأيا كان هتجيب على أعلى غيار ممكن إن أنت تمشي عليه اللي هو هنا الساتد، وهتبدأ إن أنت تقلل في السرعة بتاعتك لحد ما توصل الأر بي إم هنا على 1.5 لفة زي ما إحنا هنا شايفين 1500 لفة، تمام؟ 1500 لفة بقى هيترجم معاك سرعة كام؟ مش موضوعنا، إحنا قلنا إن السرعة دي هتختلف بقى باختلاف المحرك، باختلاف التحميل بتاعك في العربية حتى، يعني الرقم حتى لنفس العربية ممكن يختلف على حسب الهواء اللي مقابلها، وعلى حسب كمان الوزن اللي انت حاطه فيها،
شوفوا كل دي متغيرات. ففي اللحظه اللي انا فيها دلوقتي بنفس الوزن بنفس كل حاجه انا دلوقتي ماشي على 1500 لفه على غيار ساتت، لاحظوا ان الرقم بدا ينزل معايا ل 5 لتر لكل 100 كيلو. شوفوا احنا هنا وفرنا قد ايه، تقريبا لتر و3 من 10 في كل 100 كيلو، يعني تقريبا موفرين 10% او 10.3% تقريبا كده في كل 100 كيلو. شايفين طبعا احنا هنا غالبا بنكون ملتزمين بالحاره اليمنى، يعني احنا دلوقتي بنبقى ماشيين السرعات الهاديه دي بنكون ماشيين على الطريق في الحاره اليمنى وبعيدا طبعا عن حاره الطوارئ، يعني زي ما احنا شايفين كده دلوقتي ماشيين كده في الحاره اليمنى عشان نبقى ماشيين بسرعه هاديه ومنتظمه. لاحظ هنا ان هو بدا ينزل معانا كمان ل 4.9 من 10، ولو كنا مكملين بنفس الطريقه هينزل معانا عن كده كمان. احنا كل ده بنحقق توفير في البنزين وتوفير كبير. يبقى تاني ركز معايا، تاني عربيتك علشان تحقق منها اقصى سرعه وعشان تعرف اقصى سرعه مناسبه ليها تحقق لك اقل استهلاك بنزين في السفر، هتبدا ان انت زي ما قلنا تمشي على اعلى غيار، على الغيار الساتت السابع الثامن ايا كان، حتى لو كان الرابع الام اعلى غيار مسموح بيه في الجير او الفريس بتاعك، وتبدا ان انت تقلل السرعه حاجه بحاجه لحد ما توصل تقريبا لمعدل 1500 لفه، لان تحت ال 1500 لفه دول العربيه اوتوماتيك هتبدا انها تنزل الغيار اللي بعده، يعني لو كنت انت ساتت هتروح مسقطك للخامس لو احنا نزلنا على 1500 لفه. عرفت ليه بقول لك 1500؟ فعلى 1500 ده العربيه منتظمه معانا في السير لان هي مش محتاجه عزم كبير لان هي خلاص هي ماشيه، كل اللي بيقاومها بس الهواء ومقاومه احتكاك الكاوتش مع الطريق. فاحنا خلاص مثبتينها على 1500 لفه وهنبدا ان احنا زي ما قلنا نشوف هي تارجتت معانا سرعه كام، يبقى هي السرعه دي الافضل معاك في استهلاك الوقود زي ما احنا شفنا في العربيه بتاعتنا النهارده. يبقى دي الطريقه، اعلى سرعه ايا كان اوتوماتيك مانوال، المهم ان انت بتجيب اعلى غيار، اعلى غيار ممكن تمشي عليه خامس ساتت سابع ثامن ايا كان، وتبدا ان انت تخلي الار بي ام على 1500 لفه وتثبت السرعه على كده، هتلاقي ان السرعه معاك هي السرعه الافضل لعربيتك. بمعنى ان انا ممكن ال 1500 دول تاني 1500 دول ممكن في عربيه يرموا معانا 120 كيلو، في عربيه يرموا معانا 100، في عربيه يرموا معانا 90، في عربيه يرموا معانا 70، ايا كان بقى اختلاف ده زي ما قلنا الاختلافات دي قوه المحرك، شكل العربيه ومقاومتها للهواء، كمان الجير بتاعك، عدد النقلات بتاعته، كل دي متغيرات، ولكن في النهايه ترجمه المتغيرات دي كلها على الطريق زي ما قلت لكم بالطريقه اللي احنا شرحناها. حاول ان انت تنشر الفيديو ده في كل مكان. واخر حاجه حابب ان اقولها لك ان الوقت برضو له ثمن، تايم از ماني، بمعنى ان احنا بنلجا للطريقه دي في حاله ان احنا معانا وقت، انما لو كان وقتك ثمنه اغلى من السرعه اللي انت ماشي عليها او من استهلاكك في البنزين فيبقى انت مضطر ان انت تعلي وتستحمل الاستهلاك. يعني لو فرض ان انا من النقطه الف للنقطه ب عايز اوصل بسرعه لان انا وقتي ثمنه اغلى من ثمن التوفير اللي هوفر منه بنزين، يبقى لا الاولويه هتكون للوقت. انما لو انا بقى معايا وقت والدنيا مريحه معايا شويه في الوقت يبقى الافضل ان انا اوفر استهلاك. وبعدين في هنا نقطه مهمه قوي حابب لاحظوا ان انت ماشي مستريح جدا والدنيا هاديه واعصابك مستريحه والدنيا كلها جميله، لاحظوا ان هي برده مثبته على 4.9 من 10، انت مش مشدود، يعني مش بتجري مشدود، شايفين كل الناس بتجري من حوالينا هي بسرعه متعدينا مش مشكله، ولكن انت مش مشدود وماشي مستريح، وكمان اغلب السرعه الاكثر امانا للسياره، كل ما قللت سرعتك كل ما كان ده اكثر امانا واكثر تحكما في السياره. اتمنى كل حلقه ده عجبتكم، اشوفكم باذن الله على خير في تركيا جايه كتير وحلقات جايه اكتر، وسلام عليكم.